مراسلنا من جدة علي الشريف ينضم إلينا الآن، حيث يواصل ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المحادثات الجارية بشأن التهدئة. ماذا لديك فيما يتعلق بهذه المحادثات؟ هل من تقدم يذكر؟ نعم فضيلة، بالفعل يعني ربما ما يحيط بهذه المحادثات السرية التامة سواء من الأطراف أو سواء من الجيش السوداني أو من قوات الدعم السريع أو عبر الوسطاء، نظرا لعدة مسوغات يرونها بهدف ضمان نجاح هذه المحادثات والتوصل إلى نقاط رئيسية يمكن البناء عليها. أبرز ما يتم بحثه خلال هذه المحادثات هو البناء على ما تم في إعلان جدة يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى فتح ممرات إنسانية وذلك أيضا ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان ومناطق مختلفة سواء الخرطوم أو بعض بقية المناطق. هناك وضع إنساني يتم بحث إليه والبحث بشكل جاد في هذه المحادثات، بالإضافة إلى إخراج القوات العسكرية من المناطق المدنية وضمان وصول الموظفين الحكوميين إلى هذه وممارسة أعمالهم. هناك آمال كبيرة من الوسطاء وأيضا بحث وعمل دؤوب لإنجاح هذه المحادثات. وزارة الخارجية السعودية أكدت على أنها تود من هذه المحادثات البناء إلى ما هو أبعد، البناء إلى دخول عدد من الفرق عدد من الفرقاء المدنيين لهذه المحادثات بهدف العودة الديمقراطية للسودان، بالإضافة إلى ما يتم بحثه إلى هدن قصيرة المدى بإشراف ومتابعة من مراقبين دوليين أو عبر الأقمار الصناعية. نعم فضيلة، شكرا لك علي الشريف في مدينة جدة في السعودية، شكرا لك.